رشيد ورشيد ورشيد رشيد معنا مشاهدينا المتابعين مرحبا بكم معنا في مباشر جديد وحديث الساعه وموضوع الساعه اللي بدا منذ ليله امس والبلاغ اللي خرجته الحكومه اللي كيستدعي منع الاعراس منع المآتم. شفنا اليوم اكثر من 5000 حاله الناس. الله يوقف علينا هذا البلاء وهذا الوباء. ومن بين القطاعات اللي كتضرر مره اخرى في زمن كورونا قطاع ديال المواصلات. شفنا الحافلات في محطه بلد زيان. اليوم جينا نشوفوا اصحاب سيارات اخرى بحجم كبير وخصوصا اللي كيديروا مسافات بعيده. شفنا اصحاب سيارات اخرى اللي كيديروا مسافات قريبه واللي كتكون واحد الزياده عباره على 5 دراهم او 6 دراهم وهذاك الشيء ضر المواطن المغربي. فما بالك ان الزياده كتكون 100 درهم ربما اكثر. خليكم على تعرفوا خصوصا على الخط الرابط ما بين الدار البيضاء الجديده والوالديه. السلام عليكم. رشيد رشيد هو الكاتب العام ديال رشيد. انتم دائما ملي كتهضروا على الضغط منكم والمواطن المواطن ما غاديش يجي عندنا تزيدي عليها 20 درهم ما كرهناش. هذا المهم عطاوك الحمد لله شويه نقص المواطن تنشوف عادي بالطريق. دابا كيف غادير هذا المواطن غير 900 درهم جديده راه واعره عليه بزاف. تصور مضروب يلا باش تاع الكبري مع الدور سيرونس نقصوا لنا من لا سيرونس ونقصوا المواطن. دابا نتوما كتركبوا على سيرونس 50 مليون و 200 كتركبوا 3 وكتسويو على 6 6 مليون و 200 في 5 بلاصات. دابا هذه هي اللي ما بغاتش تفهم هي نقصوا لنا حنا الله يرحمك. انا كيفاش كتركب انايا هذا السؤال اللي طرحته حتى في الحافلات. كيفاش كتركب 25 شخص وكتسولي على 50 وكيفاش كتركب 30 وكتسولي على 6؟ واش هاد مثلا الحكومه ما تشوفش الحكومه ما تتشوف الطران ديالهم طوبيسات ديالهم هما لا طاكسي. يلا ينقصوا لينا ومرحبا حنا غنقصوا للجزائر. يعني باقي لا طاكسي لا كازوان الزايد كل شيء زايد راه فينا مرور المواطن. هذا اللي غتزيد عليه راه درهم هذا راه بحال نفع المواطن. تيشوف الحال مغلوب على ما كاينش ما خرجوا حتى طاكسي دابا منين ولا ولادو عندنا راه درهم عاد تقدر تشوفوا صاحب الجلال الله يخلي لكم. هذا هو اللي كاين الله ينصروا لينا الله يخلي لي صحته هو اللي غيشوف لنا الدفيئه. هذا هو اللي كاين هذا هو اللي كاين. شوفوا مع الاخوان نقولوا على واحد الحاجه اخرى اللي ولات مشكله وخصوصا التاكسيات اللي كيمشيو للمدن بعيده بحال جديده الوالديه ولاو ملزمين انهم يراقبوا ورقه تنقل. بالنسبه دابا نتوما واش كيديروا كنترول دور ديال الامن؟ ما كاينش مشكل ولكن كي جا الكاتب العام سياره اجره واكل العصر. علاش وكا؟ علاش كاين الناس اللي غيهضروا عليها والناس اللي غادي يتكلموا عليها؟ قليل الناس اللي كيهضروا على هذه السياره. كاين السياره اجره ما عندهاش شي مكان ديالها في البرلمان
كنقولوا وزاره الله خاصها شي حاجه تضبط على الفرق. دابا هاد السيد هذا عندنا نقابات عندكم نقابات جميع كلشي امر امر هذا السيد كيكون امر ديال الداخليه ما نقدروش لان مهمه شنو كتبقى في الشرطه كاين نقابات كيقولوا لكم في الداخل البرلمان ما كاينش داخل البرلمان كيتكلم فيه الناس الحاكمين كفاء القطاع كيتكلموا ما عرفش واحد من هاد المنتخبين ما تكلم عليه لا 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 القطاع هما اللي كيتكلموا كيتكلموا كيقولوا الامر الامر ولا الدولة ما يقولوش الموضوع ملزمين ان نختار متدابين ولكن شرط ان نضمنوا سهل كل واحد بلاصتو الطاكسي ماشي بحال 240 هي دابا كلنا وبلاصتو الطاكسي راه دابا الوقت واحد النقطة اللي بغيت نشارك فيها هو دابا هاد السيد اللي كيسكن عنده سيارة هو كاين مو الطوموبيل كيعرف كل ثلاثة أربعة في الجمعة يعني الوثيقة ديالو وبولا فيروس حطو فلوس هاد السيد دابا مقيد من الباب هذا مقيد من الباب يعني الباب عنده ثلاثة تحيات ودابا الحمد لله هي ستة يعني ضرب 24 32 ساعة وباقي ما وصلش النوبة اش غادي يشيط ليه هو؟ اش غادي يشيط ليه الطوموبيل؟ باقي ما وصلش النوبة وقيد على 15 طوموبيل تصور دابا 15 طوموبيل دابا الورقة الزيار في الطريق كيما مرضى الطريق دابا انت ملي كتقول لهم شي انا نقول معاك شنو كتقول لا ما انا كيذكرك كيقول لك كيتذكر كيتكلم مع الاوراق لا ولكن بالنسبه لك انت كسائق في البراجات كتقول هذاك المواطن كتقول لي انا ما عرفتش كنقول لي كنقول لي عندك الكمامه كيقول لي مع زوج كنقول لها من عندي كنقول لها هذا الكمامه هذا مثلا ما ضيعتش عندي الجواز عندك الجواز اي كنفكرهم فيه لكن الجواز ضروري ضروري المواطن لا كاينين بعض المناطق الجواز ما كياكلش هذا الشيء معناها يقول لك واحد الجواز خاصك الورقه كاين شي بلايص وخا ملقط خاصك الورقه لا الا عندك الجواز كتقول ما عمرك حتى المشكل لا ما عمرك انت عمرك حتى المشكل ديال الجواز خاصك ورقه تنقل لا باقي ما عمرك حتى شي مشكل لا كاين السمع كيقولوا راه بقى عندك الجواز خاصك ورقه جيب ورقه ديال البلد ولكن البلاغ اللي شفناه من خرج وزاره الداخليه ولا بلاغ الحكومه اللي عنده الجواز ديال التوقيف راه ما محتاجش ورقه تنقل السجنيه عاوتاني كيبقى كل عمله والقانون ديالها كتحل الطوارئ الصحيه. ايه حنا في هذا القطاع حنا مع النظام حنا مع الحكومه غير هو واحد النظام بغينا نوصلوا لك الناس المسؤولين كيما في ساعه اخرى هذا المواطن البسيط ولا هذا السائق اللي سيارة الاجره هو اللي كيوصلك للبرلمان هو اللي كيوصلك للوزارة هو اللي كيوصلك للحكومة هو اللي كيوصلك باش كتاخذ القرار إذا ما تقدرش تاخذ القرار أكيد القرار خذهم بعين الاعتبار خذهم بعين راعي دوك الناس اللي صوتوا عليك وجيتي دقيتي عليه نهار الحملة كتقول لي كنعرف باك ونعرف وليداتك ونعرف العائلة خاصك هو اللي تكون معاه هذوك الناس كيحبوا السادة كيديروا القنطرة وكيطلعوا ياكلوا الحلوى وحنا فهمتي انا هذا عبد الرب اللي كيتكلم معاك انا دعت ليا بجريمه وهذاك النقابيين اللي كيمثلونا راه مستافدين كاين اللي عنده جريمه كاين اللي عنده هذا وهما فينا حنا باش كيوصلوا وكيستافدوا غير هما نقول لك انا راه مهمش انا انا الناس هما كيعرفوا جات ليا الجريمه ولا ما جاتش النقابي ما خاصش القرار فهمتي وما كاينش شي نقابي هاد النقابات كلهم طريت عندهم وما عادش حتى واحد ما كاين عرفتهم قلت انا الحراك قلت لي انتوما ها هو بدا ما تزيد كتبنيو علينا الياجور كديرو هذاك قلت لي انت مستافد وانت مستافد محلولين وانا جات لي انا قريبه قلت لي هي انا تعبات الباسي بنت كان الوزير الاول قلت لي انتوما كلكم شفاره من المقدم حتى الوزير قلت لي كل ما كانتش مالك هي كنا كنقطعوا بعضياتنا انت تقول معاك راه حنا مهمشين راه التخربيق كيديروا هاد النقابات مع بعضياتهم كلشي هنقول لك بصراحة هادو بغيو يدخلوا غدي كاملة وعسى سيدنا الله ينصرو وكنقولها وعاود نقولها وعيت في ميليتير صراحة ياك ميليتير تبارك الله وبارك شي 20 عام ولادي الصحراء راه ما خلا بوقراع ما خلا قلت بزمو ما خلا تنقول راه وطني من الكبير حتى الصغير ولينا يحمل جهد الوطن
نحيدو من الطريق. هذيك الإشارة بغيت نقول للقسم يعني. لا خلينا عندهم يحيدوك عندهم النقابات يكون كوفري عليك. مرحبا على النقابات بزاف هذا هو المفهوم ديالنا. تكلمت على النقابات هادو مساكن ديال الدنيا الطاكسية وتكلم على النقابات ديال الأحزاب. عارف ما كنعرفو هذاك السيد. القطاعات كنا النقابات اللي كنا الشنطة نقابات عالية قيمة. خلي درت لنا محطة ونحن ما غنديرش والو. النقابة مش كدير طلب السلطات المحلية. النقابة هي كتجيب لنا البلايك. النقابة ديالنا أنا ما كنستثنيش أنا ما كنستثنيش ما كنقولش كدير زوين. لا أنا قلت لك شنو نقصد وقصد الأحزاب السياسية النقابات المنضوية تحت لواء الأحزاب السياسية هذوك هما اللي كيتكلموا على الدار البيضاء راه في 11 نقابة اللي كنقول لك النقابات ولكن بحال الخوت كتلقى 11 خوت أي جوج ولا ثلاثة زوينين اللي كيناضلوا معاك ويضحيوا معاك ويمشيو معاك. شي اخر ما كاين غير شي ناس اخرين كتبين بحال الاستوديو ديال البرلمان. دابا هما دابا حنا هما ثلاث ديال الغلب يلا غيجيو عندنا. اهلا سيدي كيدير امو كيدير سيدي انا امي راه ماتت كاع ما عرفتش يلا غيسولني حنا حيت ما كيعرفهاش. ملي غنوصلوا انا للبرلمان هو غيكون صاحب القرار لانه كاين البرلمان في المستشارين كيطبقوا من القانون على الدرويه. كاين اللي تشكل في القانون الفكري واحد واحد والله ما يعرفش قسما بالله والله الا كاين اللي جمعوا ليه. المهم بقينا حنا لا ضرر ولا ضرار ما بقيناكم لا تضروا لا انتم للمواطنين حنا كنوصلوا الاصوات ديالكم وبلادنا زينه وبلادنا الحمد لله لا ميساج ما لولا هاد التدابير الاحترازيه ولا السلطات ما كناش كنوصلوا. اخت محترم هذا ميساج بغينا نوصلوا لوزير النقل وزير الماليه ورئيس الحكومه ثلاثه لان هاد الناس ديال سير الاجره عندهم ديون. ديروا لنا كيف درتوا ثلاثه وديروا عافيونا عافيونا من لاسيرونس عافيونا من لاسيرونس ما تعرفش نقول لك مسار ديال البوليس كذا مول الكريمة تا هو النص مول الكريمة مول الكريمة اللي ما يعرفكش والله ما يعرف الا شي شهور ما مشغولين شي شهور يحيد هذيك الا حسيت لك الناس حيت مول الكريمة اش كيقول لك دابا تسولتي مول الكريمة ولا لاسيرونس اش كيقول كيقول لك وانت مخلص وثمان دوبل ديال البلاصه. هذه هي الفكره اللي كيتكون. انا مخلص دوبل ولكن الخدمه اللي كتخدم عاديه كندير جوج دورات. المواطن ما بقاش كندير جوج دورات فهمتيني كنقول لهم السيد دابا 32 36 ساعه هو باقي على نوفا. إذا فين هي الخدمة؟ شحال كنت كتقول؟ شوف ما تقيطاتش. لا والله ما كنتش ما تقيطاتش. بحال العطلة دابا الناس خدامة. علاش غتركب 90 درهم؟ ماشي هي 100 درهم. راه كاين الفرق. 40 درهم. راه تا هو مضرورة المواطن. اللي غيجيب وليداته عائلة غيسمع 100 درهم غيرجع بحالاته. لا زيدي الكرة عاود ثاني. واحد المثال مكتبة أنت كتخدم. دخول مدرسة. الباخر وهاد البصلة وهاد راه تسمع غير في الصيف. اما ليامات اخرى ليامات اخرى انا كنطوق فيه الله يوفقنا للخير. ولكن شي بلد حيت انا دابا انا وقت ديال الكورونا كنقاو بينا خمس شهور قسما بالله قسما بالله كي يقاوموا بين كريما راه تجي تخرج والو قسما بالله بنادم كيجي يقاوموا وحصل بواحد العروبيه بقى فيها وحق الله العظيم وحق الله كنقول لك حقديت لي الله ما يصوب لكم الله يسهل عليكم الله يحفظكم.